طيب على ذكر محمد صلاح، انا معايا ايضا احد رموز نادي الزمالك وكرة القدم المصرية، نجم الكبير كابتن محمد صلاح، طبعا المدير الفني لبلدية المحلة الحالي. كابتن محمد، الو. ازيك يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ يا كابتن مصر، ازيك يا كابتن؟ الله يخليك حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب، ووحشنا جدا. طمني على صحتك ودايما منور. ربنا يخليك. سريعا كده قبل ما اكلمك عن المنتخب، بما اني كنت بتكلم عن محمد صلاح، ما بتحصلش معاك مواقف طريفه في الموضوع ده، في تشابه الاسماء؟ انا اتمنى ال 103 يحبوني جدا. لا هو قبل كده قلت يا اسلام، يعني في ناس افتكرتني انا محمد صلاح، انا يعني فكانت بتطلب حاجات خيريه، يعني بدليل الولد خير جدا وفي معيه الله وربنا مسهله الامور، فالناس بتبقى طمعانه في شويه خيرات من الله من عنده. واعتقد ان هو ما بيقولش لحد لا، فبيكلموني. انا عارف القصه بتاعت حكيت لي انت، حكيت لنا قبل كده قصه اللي حد اتصل بيك وقال لك انا عايز 100,000 جنيه سلف، وقلت له والله انا محمد الغلبان مش طبعا ربنا يسعده طبعا ويبارك له وينصره يوم الجمعه ومجموع الماتشين باذن الله تعالى، ويفرحونا ان شاء الله. يا رب يا كابتن محمد. كابتن محمد، شايف المباراه ازاي في ظل الصعوبه جدا في هذه المباراه؟ بتلعب منتخب قوي، منتخب عنده 11، لا مش 11، 20 لاعب كلهم افضل من بعض. بص يا كابتن اسلامي، على انا شايف في ناس، بعض الناس مش متفائله. بالعكس ده كويس والله. لان لو التفاؤل طبعا مطلوب لكن بدرجه عاليه جدا ما بيبقاش كويس، لكن خلينا نقول نتفائل 50% ونجتهد لابتسام ال 50% الثانيه. المباراه اللي هنا انا بقول لحضرتك هتبقى اصعب من اللي هناك. الله ينور، سلام عليك. طبعا طبعا، ما احنا باكات رايت بتاع زي بعض. لا انت اجمد باك رايت في مصر، خلي بالك. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي. المشكله هنا ان الناس مستسهله المباراه في القاهره. وده انا يمكن سمعتك دور محمد صلاح في الحته دي كراجل، يعني قول في من ضمن الناس القليلين جدا اللي يعرفوا معنى الاحتراف ومعنى العمل في الكره الاحترافيه. ايوه، رغم صغر سنه ورغم حاجات كتير، لكن هو متحمل مسؤوليه، اللي عنده شخصيه في الملعب باذن الله تنطبق على بقيه اللعيبه. وانا اعتقد ان اللعيبه كلهم مش حد منهم، كلهم بيحبوه بيثقوا فيه. مظبوط، وده باين من المدير الفني كروش ان هو عنده ثقه كبيره جدا بصلاح، فممكن يتكلم معاه ويقول له معلومه يعني حاجات. طب هو حضرتك مع الموضوع ده؟ انا اسف يا كابتن، حضرتك مع الموضوع ده ولا لا؟ لان انا بشوف دايما محمد صلاح وهو بيتكلم عن ان هناك اختلاف ما بين المديرين الفنيين في مصر وبره مصر، بمعنى ان هو بيقول ان بره مصر لا، الناس بتتكلم معانا وبيبقى لينا راي في الموضوع، في مصر الموضوع مختلف. فهل حضرتك مع ده ولا مع ده؟ الراي ده يعني انا معاه مليون في المية. لان انا بطبق ده عندي، بقول للكابتن انت المدير الفني في الملعب. اوكي، يعني كل اللي انا الصلاحيات بتاعتي انت بتاخدها جوه الملعب. وضع طبيعي جدا، بس احنا عندنا ان انت صاحب لعيبه او بتتفهم غلط. بتتفهم غلط وفيها تكبر شويه من المديرين الفنيين. وبذلك احنا بنستبدلها يا كابتن اسلام بايه؟ ايوه، ان انت ازاي تصاحب اللعيبه من الناحيه النفسيه على الاقل. وازاي اللعيب ما يخافش منك، ياخد منك ما يخافش منك، ياخد منك عشان ايه؟ لكن بره اعتقد ان الظروف سمحت لنا ان احنا نعيش مع محمد صلاح وينقل هذه الخبرات للعيبه المديرين الفنيين الموجودين في مصر، وده مش عيب. لا مش عيب طبعا، مش عيب، بالعكس. الاحتراف او ده اللي ماشيين فيه في اوروبا، المدير الفني اللي علاقه بالكابتن اللي هو بيحاول يساعده جوه الملعب، لان المدير الفني هينقل معلومه مش هينزل يلعب. فهو بيديها للكابتن بدل ما يقعد بقى يزعق ويشوح ويجري حوالين الخط. هو راجل يقول، ولذلك في بعض الماتشات بنلاقي ورقه نازله مع بديل عشان نديها لحضرتك عشان تديها للعيبه. واحنا ساعات بنستغرب كمصريين. بالظبط. لكن الوضع ده طبيعي جدا جدا، فاتمنى ان العلاقه دي تتنقل لكل المدربين واللعيبه في مصر. ايوه، لانه خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه الموضوع ده كان عليه يعني كلام كتير جدا، ان كارلوس كيروش بياخد
محمد صلاح يقعد يتكلم معه، حقه كمدير فني يعني، في الاخر هو المدير الفني، هو اللي يقدر يقعد محمد صلاح وهو اللي يقدر يلعب محمد صلاح. هي بص يا اسلام، احنا دايما يعني عندنا نسبه، انا مش عايز اقول شر عشان عيب، لكن بنقول يعني ايه يعني، هو ليه كيف محمد صلاح يكلمه؟ طب ما يكلم مع مدرب. الناس مش فاهمه العلاقه. ان محمد صلاح ممكن يحل مشاكل كتير للمدير الفني من غير ما حد يعرف. مظبوط. على الاقل، لا على الاقل لو معلومه نازله او جايه فيها بعض ال يعني ايه اللبس في اي حاجه، او معلومه شديده شويه، لو نقلها المدرب ممكن اللعيب ياخدها بمحمل تاني، لكن لو نقلها محمد صلاح او الكابتن في الملعب تسميل ليا، وهقدر اسمع كلامه واتقبل منه اللي هو يقول. ففي الحاله دي انت بتلعب لصالح الفرقه، وده وضع طبيعي جدا جدا. تمام. اتمنى ان الناس ما تاخدش ان هو ايه محمد صلاح بيقول له نزل فلان وطلع فلان، فلان ما تلعبش فلان. عايزين نبعد عن التخلف شويه اللي احنا بنفكر فيه، دايما خلينا نفكر في الايجابيات واقل في السلبيات. تمام. محمد صلاح قال في هالكلام في الكلام ده مش وقته دلوقتي، عشان ما ناخدش ما نخرجش بره الاسئله بتاعت حضرتك يعني. لكن هو سياقنا احنا دايما اللي بنتكلم فيها يا كابتن محمد، دايما المسانده ودعم منتخبنا الوطني خلال مباراته يوم الجمعه القادم، لان الحقيقه الظروف صعبه، حضرتك عايش في عندك مشاكل اكيد، وده عنده مشاكل وكلنا عندنا مشاكل، ولكن في النهايه كره القدم ومنتخب مصر هو اللي بيجمع، او اسم مصر هو اللي بيجمعنا كلنا. خلينا كابتن اسلام نقول شعارنا كلنا واحد، يلا لغايه يوم 29 بالظبط كده. واعتقد مفيش حد في مصر ليه في الرياضه او ليه في الكوره او خارج ما بيتكلمش غير في الماتشين دول. مظبوط. لان حلمنا ان احنا نخش كاس عالم بعد 18 ويمكن هتبقى اول مره ان شاء الله ان احنا نخش مرتين ورا بعض. المباراه بالنسبه للجماهير يعني انا اتمنى التشجيع اللي هو ما يعصبش اللعيبه ويستعجلهم. ايوه. اللعيبه لازم تركز وتبقى فيه هدوء، ونعرف ان الماتش مقسوم على اثنين. ان شاء الله نكسب هنا ايا كان ربنا رايد 1-2. لكن يهمني جدا ما يخشش فيا جون هنا. ايوه. ما لعبش مفتوح بالقدر الواسع قوي، يبقى عندي الخبرات اللي تقدر تعرف تنافس تعليمات المدير الفني. ان امتى العب هاجم، امتى دافع، لان انت بتلاعب فرقه اعتقد ان هي مكتمله تماما من ناحيه القوه والسرعه لا كل حاجه، ده ما عندهمش اصابه واحده، بسم الله ما شاء الله. وده خلي بالك ده ممكن احنا انا سمعتك، وده وضع طبيعي جدا. الفرقه الوحيده اللي بتحب منتخبها وبتلعب بروح وبتبان في المواقف الصعبه هو المنتخب المصري. مظبوط مظبوط، دي حقيقه والله. مظبوط يا كابتن، مع احترامي لكل المنتخبات، ولكن لازم نقسم المباراه، لازم نلعب بهدوء دون انفعال او تسرع. ايوه. عشان نقدر نلعب ال 90 دقيقة بدون ما حد يشدنا. مظبوط. ان هما ممكن يشدوك يا كابتن اسلام. يخليك يدافع وبعدين يهاجمك كونتر اتاك، ممكن السرعات، ممكن انت تهاجم كتير فتنسى ناحية الدفاع عندك. هما عندهم الناس حريفة جدا. فلازم، واعتقد الكلام اللي احنا بنقوله ده جروش اكيد بيقوله او الناس بيقولوه. طبعا طبعا، لانه بس انا اللي عاجبني يا كابتن محمد ان الناس كلها مدركة ان المباراه الاولى صعبه، اصعب بكتير جدا من المباراه الثانيه يعني. ده مهم جدا. طيب طريقه لعب كارلوس كيروش احنا عارفين 4-3-3 ما بيغيرهاش، هل من الممكن ان يغير في هذه المباراه بسبب ان هو عايز يضغط شويه مثلا على المنتخب السنغالي او كده، ولا حضرتك شايف ان هو لا هيلعب 4-3-3؟ هي 4-3-3 فلات يعني. ما انا بقول لو فلات يبقى هو مش هيلعب بلاي ميكر، يبقى أفتى مش هيلعب، يبقى هو بيعتمد على الثنائي مثلا في بعض الاحيان يروح. مظبوط. لكن لو هو حاسس ان نص الملعب مثلا الثنائي او حمدي او الثنائي او النني يقدروا يقفلوا ويخلي أفتى حر يلعب مع الثلاثه اللي قدام، عشان محمد صلاح ممكن يتمسك، ومصطفى يعني مش عايزين، انا مش عايزين يتغير ايه، مصطفى راح على الطرف وصلاح يجي فيرو. لا مش عايزين دي خالص. طبيعي. فالثلاثه الفلاته يا كابتن اسلام بتدي الفرقه الثانيه ان انت بتدافع.
ما هو ده اللي انا بقوله. فهل عشان كده بسأل حضرتك، هل هو ممكن يغير الشكل بحيث ان هو يلعب اثنين من الثلاثه اللي دايما بنتكلم عنهم، سواء حمدي او السوليه او النني، ويلعب محمد صلاح ناحيه اليمين وتريزيجيه او مرموش ناحيه الشمال، وقفشه في النص وقدامهم مصطفى ومحمد مثلا يعني؟ هو بص، احنا كلنا متفقين على 10 مظبوط. الواحد بقى اللي هو السوليه والثلاثه فلات يعني او قفشه، ده اللي هيبين له ان هو اصلا محيرنا. ودي ميزه فيه، حير الشعب المصري كله مش عارفين مين هيلعب. مظبوط. يروح مودي تريزيجيه جوه او يدي مرموش. ما انا لسه كنت هقول لك، هل تريزيجيه ولا مرموش لو لعب بقفشه؟ والله انا اعتقد ان هو هيلعب مرموش. هو هيلعب مرموش. لا احنا عندنا ثوابت يا كابتن اسلام، بس انا بقول لك هل هو هيلعب قفشه؟ عشان كده واخده المره دي. مش عارف. وهو في حاله كويسه، يعني قفشه في حاله كويسه الايام اللي فاتت دي. مظبوط. ممكن يستغله في الناحيه الهجوميه عشان نقدر نهدف هنا. ده اللي احنا هنشوفه، لكن لو لعب ثلاثه فلات لازم السوليه او النني حد يلعب على قدام شويه. لو ما لعبش على قدام هيبقى عندنا مشكله، يعني لو لعب ثلاثه فلات اللي هو حمدي والسوليه والنني هيبقى عندنا مشكله يا كابتن، لو ما حدش من الاثنين، ولا قد تكون طريقه مثلا بيسحب، مش عارف يعني. الله يكون في عون المدربين، الله يكون في عونك يا كابتن الحقيقه، لانه مباراه زي دي انا لازم اعمل توازن، ان انا ما يخشش فيها جون، ولازم اروح اجيب جون، او لازم اهاجم عشان اعرف اجيب جون، وبالتالي هيبقى عندي ازاي اقدر اعمل التوازن ده. وهو ده الفارق ما بين مدير فني كبير اسمه كبير ومدير فني اسمه اقل، تهيألي يا كابتن. تمام، انا معاك كابتن اسلام في دي، واتمنى له ان هو ربنا يوفقه في الاختيار، لان انا عايز اسالك سؤال، هل محمد عبد المنعم هيلعب ولا موقوف ولا ايه؟ محمد هيلعب المفروض. طب خلاص يبقى كده صح، يبقى احنا بنتكلم في واحد بس، يا ثلاثه فلات يا اما قفشه ان شاء الله. وخلي بالك، وبعدين اصل محمد عبد المنعم هيلعب مكان واحد ستوبر تاني، لو هو موقوف هيلعب مكاننا. هيلعب مكان واحد ستوبر، ما عندناش ياسر. اكيد ياسر. اقصد اقول لك هو مش موقوف، بس يعني حتى لو موقوف معروف ان هو هيلعب، يعني محمد عبد المنعم مش هيلعب، هيلعب ياسر ابراهيم، لكن احنا بنتكلم في تغيير طريقه لعب بواحد اللي هو واحد من الثلاثه اللي حضرتك اتكلمت عنهم، وهو ده المشكله. لكن يعني مثلا لا قدر، لو مثلا الشناوي مش هيلعب، هيلعب ابو جبل، فده ما واضح. لو محمد عبد المنعم مش هيلعب، هيلعب ياسر ابراهيم، ده واضح. لو احمد فتوح مش هيلعب، هيلعب ايمن اشرف، واضح. فاهم حضرتك ازاي؟ لكن تغيير طريقه اللعب من ثلاثه فلات ل 2 3 1 هي دي اللي هتخلي، زي ما حضرتك قلت، احنا كمصريين واحنا قاعدين بنتفرج هنشوف الراجل ده عايز يدافع ولا عايز يهاجم، صح؟ صح. وخدي بالك، ده ممكن بقى يشيل كلامي وكلامك على جنب وراح مراعي تريزيجيه مثلا او زيزو، او زيزو. ما هو خلي بالك زيزو برضو حالته كويسه. فممكن هو جدا، هو بصراحه مظلوم عشان محمد صلاح. بالظبط. فهو ممكن يشوف ان زيزو ممكن يلعب من الاول. ممكن يعني هو بيني وبينك يعني خلاص في العشرة هو ناقص واحد بس، يعني هو ناقص واحد، وهو اللي هيختاره احنا كمصريين كلنا هنبقى في ظهره. واحنا معاه طبعا، احنا معاه طبعا، ربنا يوفقه ويجيبوا لنا نصر جميل ونقدر نفرح واحنا راجعين يوم 29 باذن الله، واحتفل معاكم بعيد ميلادي 66. الله، ربنا يديك الصحه. الف الف وكل سنه وانت طيب يا كابتن، وان شاء الله مبارك لك دايما. وانا بشكرك جدا جدا على وجود حضرتك معانا كابتن محمد على الهواء مباشره. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن محمد صلاح، واحد من اساطير كره القدم في مصر ونادي الزمالك، والمدير الفني الحالي لبلديه المحله.